من الميادين السلام عليكم وإلى العناوين. العباد يرفض عرضا تركيا للمساعدة في معركة الموصل، وكارتر يدعو إلى تفكير في مرحلة ما بعد تحرير المدينة. هجوم عنيف للفصائل المسلحة بإسناد تركي على قوات سوريا الديمقراطية في محيط تل رفعت بريف حلب الشمالي. الحزب الحاكم في الجزائر يقول إن بلاد تتعرض لحملات لضرب استقرارها ويرفض التدخل الفرنسي في شؤونها. القوات الليبية تتقدم في الحي الثالث بسرت وتسيطر على مبان يستخدمها داعش للقدس. أهلا بكم. رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عرضا تركيا للمساعدة في معركة الموصل. العبادي وخلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر في بغداد أشار إلى أنه مع انتهاء معركة الموصل فأن داعش سيبقى في سوريا، ليؤكد أيضا أن بلاد حريصة على العلاقة مع تركيا ولا تريد صداما معها. كارتر من جهته دعا إلى ضرورة التفكير في مرحلة ما بعد تحرير الموصل. سمعنا بالأمس بعض التصريحات بأن هناك ربما نوع من الاتفاق بين الجانب التركي والجانب العراقي فيما يتعلق بدور تركيا في عملية تحرير الموصل. قبل 5 أيام جاء وفد رسمي تركي هنا إلى بغداد واستقبلوا هنا من قبل الخارجية العراقية ومن قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، وجرى نقاش لمدة 5 ساعات تقريبا، وطرحوا أفكارا وقدموا مقترحات، والجانب العراقي كذلك قدم مقترحات، ولكنها في حقيقة الأمر لم نعتبرها كافية فيما يتعلق بسحب القوات التركية من العراق واحترام السيادة العراقية. الجانب التركي أكد على احترام السيادة العراقية، احترام تركيا للسيادة العراقية، وإحنا نحب أن نسمع من الجانب التركي في الإعلام وبشكل علني أكثر خطابا في احترام السيادة العراقية. رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم انتقد القيادة العراقية وصفا تصريحاتها الأخيرة بالاستفزازية. يلدرم وفي مؤتمر لحزب العدالة والتنمية جدد تأكيد على استمرار الوجود التركي في العراق، مضيفا أن تركيا لا تخضع لأي تهديدات. في الأيام الأخيرة ارتكبت الحكومة العراقية للأسف خطأ كبيرا بإطلاقها تحذيرات وتصريحات استفزازية، لن نستمع لذلك، لا يمكن لأحد أن يقول لنا ألا نقلق بشأن المنطقة. ميدانيا قال وزير داخلية إقليم كردستان العراق أن القوات العراقية باتت على بعد 5 كيلومترات من مدينة الموصل، وأضاف أن القوات العراقية والكردية استعادت السيطرة على 30 قرية من داعش قرب الموصل. إلى ذلك حررت القوات العراقية الحمدانية شرق الموصل بالكامل وباشرت عمليات المسح الأمني ورفع العبوات، كما استعادت القوات العراقية قرى شمال ناحية الشورى جنوب الموصل. المزيد من القرى بيد القوات العراقية المشتركة بعد أن خاضت معارك عنيفة مع تنظيم داعش على مختلف محاور القتال. التفاف وقضم للأرض هو الأسلوب المتبع من قبل قوات الأمن العراقي حتى تمكنت من ملامسة الحدود الإدارية لمدينة الموصل عند الشورى جنوبا وبعشيقة في الشمال الشرقي والحمدانية وبرطلة التي توغلت فيهما القوات من الشرق. حاليا عندنا جهد الهندسة الخاص بكتيبة الهندسة مباشر بفتح الطرق وعمل السواتر والملاجئ والمواضع على كافة القطاعات المتقدمة. أما كتيبة المعالجة حاليا مباشرة بتنظيف الطريق العام من مفرق القيارة باتجاه الموصل، ورفعت الكثير من العبوات حاليا فقط اليوم ليوم 20/31 عبوة لحد الآن. ناور تنظيم داعش محاولا تأخير تقدم القوات المشتركة فدفع بسياراته المفخخة وعناصره الانغماسية، لكنها لم تصمد طويلة، ثم لجأ إلى محاصرة العوائل في القرى كدروع بشرية، لكنه أيضا فقد هذه الخطة فتدحرجت عناصره إلى داخل المدن تاركة الدفاعات الخارجية على حافات المناطق. استمداد القوات فرقة الرد السريع بجانب إخواننا الجيش، فرقة التاسعة المدرعة، حاليا احنا على الشارع اللي يربط منطقة الشورى بالقيارة، ان شاء الله نتقدم يعني مرحلة ورا مرحلة. حررنا هواي قرى، بززونا سيارات فخا بس فجرناها على بعد. عندنا صور حرارية، عندنا الاسبجناي، عندنا الموجه،
فقدرنا يعني نوقفهم على بعد. هي معركة تسيدت القوات العراقية ميدانها، فكفة العدة والعدد والكثافة النارية كانت لصالح الأمن العراقي، فيما داعش متمسك بأسلوب المفخخات والعبوات الناسفة التي غاب نفعها في عرقلة التقدم الأمني. القوات المشتركة العراقية باتت تقترب من نقطة الالتقاء. مركز الموصل هو الأقرب إلى القوات الأمنية من أي وقت مضى بعد سيطرة داعش عليه. تلك القوات التي تتقدم من 3 محاور وتمسك بزمام الحسم. محمد الفهد من أطراف الشورى جنوب الموصل، الميادين. نفذت فصائل درع الفرات هجوما عنيفا على قوات سوريا الديمقراطيه بمحيط ذي الرفعت بريف حلب الشمالي باسناد ناري كثيف من الدبابات التركيه. وكانت مصادر خاصه للميادين قد اكدت دخول 20 دبابه تركيه الى ريف حلب الشمالي دعما لقوات درع الفرات للسيطره على تل رفعت الخاضعه لقوات سوريا الديمقراطيه. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد احترام الحدود الجغرافية لكل دولة حتى ولو كانت ثقيلة على قلبه وفق تعبيره. كما أعلن أن بلاده ستواصل الضغط باتجاه مدينة ألباب في الشمال السوري. أردوغان أشار إلى أن حكومته ستنسق مع قوات التحالف بشأن الرقة السورية لا مع قوات سوريا الديمقراطية. فشلت هدنة وقف اطلاق النار في حلب في اخراج اي مسلح او مدني من الاحياء الشرقيه للمدينه التي سجلت معابرها استهدافا مباشرا لها من مسلحي جبهه النصره واحرار الشام، كما فشلت جهود المنظمات الانسانيه والمبادرات الاهليه في اقناع المسلحين باخراج الحالات الانسانيه والمدنيين. رضا الباشا. الانتظار هو الحاكم على معابر الاحياء الشرقيه لحلب. تمديد الهدنه لم يغير الواقع. لم تسجل معابر الجندول والكاستيلو أي خرق تجاه إخراج المدنيين أو المسلحين. الجماعات المسلحة مستمرة في استهداف المعابر. الخشية من خروج الأوضاع عن السيطرة دفعت جبهة النصرة وأحرار الشام إلى استخدام القوة في مواجهة الضغط الشعبي. على المقلب الآخر، تبدو الدولة السورية ماضية في سياسة ضبط الأعصاب. لا رد على استهداف المعابر مع تقديم ضمانات على الهدنة تسجل خرقا لمصلحة مصالحة وطنية. طبعا هذا هو المعبر اللي ممتد ونحن مسؤولين عن حمايته من دوار الجندول وحتى دوار الليرمون، وبعدها خروج من يريد من يرغب بالذهاب الى الجهات التي يريدون اليها باتجاه اما احياء حلب التي تسيطر عليها الدوله السوريه او باتجاه احياء حلب الغربيه او ريف حلب الغربي كما يسمى. طبعا كافه التجهيزات وكافه المستلزمات هنا موجوده. بناء على توجيهات السيد المحامي العام الاول بحلب للإشراف على عملية إخراج المسلحين من المناطق الشرقية عبر طريق الكاستيلو، تنفيذا لأحكام مرسوم العفو رقم 15 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية. ونطلب من كل شخص حمل السلاح ضد الدولة السورية الإسراع إلى تسوية وضعه والاستفادة من أحكام مرسوم العفو. غياب المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة عن خط التواصل مع المسلحين ترك الباب مفتوحا لنشاط المبادرات الأهلية. جهود الجمعيات الخيرية والوجهاء ركزت على الحالة الإنسانية، لكن آمال إخراج الجرحى والمرضى بإشراف مبادرة أهالي حلب تبددت تماما. منذ أيام إلى الآن ننتظر أن يعودوا إلى رشدهم ويستفيدوا من هذه الفرصة التي قدمتها الدولة لأولئك المسلحين أن يذهبوا حيث شاءوا، ولكن يعني إلى الآن لم يتم شيء. تجهيز الحافلات وتغطية نوافذها، سيارات الإسعاف المغلقة مع منع تفتيشها، عدم دخول قافلة الحافلات إلى أحياء حلب ودخولها مباشرة إلى الريف، عدم السماح بإيقاف القافلة أو بسؤالها، شروط وضعها المسلحون لقبول مبدئي بإخراج الجرحى. الدولة السورية وافقت على جميع هذه المطالب. في المقابل رد المسلحين لم يتأخر من داخل الأحياء الشرقية بأن القرار حسم ومفاده لن يسمح بخروج أي كان. فشل هدنة وقف إطلاق النار والمحاولات لإخراج الحالة الإنسانية من داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب يحمل في طياته بوادر تصعيد على جبهات هذه المدينة ريفا أو باتجاه الأحياء الشرقية لحلب. رضا الباشا من على طريق الكاستيلو، حلب، الميادين.
استنكر الناطق باسم حركة حماس فوزي باروم اعتبار حركة فتح أن مبادرة حركة الجهاد الإسلامي بشأن الوضع الفلسطيني مبالغ فيها وغير واقعية. وبحسب باروم فإن ما أعلنته فتح على لسان أمين سري المجلس الثوري للحركة أمين مقبول محاولة لوأد هذه المبادرة وأفشالها وخروج عن حالة الإجماع الوطني المؤيدة والداعمة لها. باروم دعا إلى تبني هذه المبادرة ودعمها والعمل على تثبيت وتحقيق البنود الواردة فيها. ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أكد أن المبادرة التي طرحها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين جاءت في الوقت المناسب في ظل نسيان معظم الدول العربية قضية فلسطين. بركة وفي اتصال مع الميادين شدد على أنه مطلوب اليوم إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وهذه المبادرة تطرح خارطة الطريق لوحدة الموقف الفلسطيني ولمعالجة الأزمة الداخلية الفلسطينية من خلال إلغاء اتفاق أوسلو المشؤوم الذي قسم الشعب الفلسطيني، وكذلك مطلوب من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية سحب اعترافها بالكيان الصهيوني، وكذلك لابد من حوار فلسطيني شامل وطني يشمل جميع الفصائل الوطنية والإسلامية من أجل ترتيب البيت الداخلي والوصول إلى استراتيجية فلسطينية واحدة مواجهة العدو الصهيوني. فاصل قصير ونتابع من بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. قال الأمين العام المستقيل لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عمار سعداني أن الجزائر تستهدفها حملات مسعورة لضرب استقرارها. سعداني الذي قدم استقالته لأسباب صحية شدد خلال اجتماع للحزب على أن جبهة التحرير جاهزة لخوض السباق الانتخابي المقبل داعيا الطبقة السياسية إلى التنافس السياسي النزيه. الربيع المغرب العربي نقولها لإخواني وأخواتي في الإعلام أنه سيمس الجزائر طولا وعرضا، من ضرب ليبيا مسطر بعدها ضرب الجزائر. الجزائر أكبر بكبير وأكبر بكثير من أن تنالها أو تطالها حملات إعلامية مسعورة، أو أن تنال من سمعتها ورموزها ومكانة مؤسساتها الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية. سعداني أكد استنكار حزب جبهة التحرير الوطني التصريحات التي تنعت المجاهدين الجزائريين بالإرهابيين في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وأشدد على أن تصريحات الفرنسيين الرسمية وغير الرسمية مرفوضة وتدخل في السباق المحموم للرئاسيات في فرنسا. حزب جبهة التحرير الوطني الامتداد الطبيعي لجبهة التحرير الوطني يستنكر بقوة تلك التصريحات المنبوذة التي تنعت بكل وقاحة جهاد أبطال الجزائريين بالإرهاب. وإننا في حزب جبهة التحرير الوطني نقف بكل بالمرصاد لكل المتطاولين على ثورتنا وسيادتنا وهويتنا ورموزنا، ونعتبر أن التصريحات المسؤولين الفرنسيين الرسمية وغير الرسمية وهي مرفوضة ومدانة بكل قوة وتدخل في أجندة المناورات السياسية والسباق المحموم للانتخابات الرئاسية في فرنسا. ومعنا من الجزائر سليمة عثماني في البرلمان وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني. بداية أهلا بك سيدة سليمة. أسأل بداية هل لدى الجزائر أي معطيات بأن هناك دول أو ربما أطراف تريد ضرب استقرارها، أم هذا الرد يأتي فقط على تقارير إعلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني هذا
إذا كان بنيتي على كلام الأخ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأمين العام السابق لأنه قدم استقالته منذ يعني حين فيعني الجزائر حقيقة مستهدفة لأننا ما يجري يعني وجود داعش على حدودنا التي تمتد على طول 1600 كيلومتر، وجود داعش يعني في حدود على حدودنا مع ليبيا، وكل التهديدات لا تجعلنا في منأى عن كل هذه الأخطار. والجزائر كانت قد استهدفت من في السابق، وحاول البعض يعني في بداية الربيع العربي أن يصل بهذه حمى ما يسمى بالربيع العربي، ونحن نقول أنه دمار عربي إلى الجزائر، ولكن بفضل الوعي الشعب الجزائري وبفضل حكمة وحنكة فخامة رئيس الجمهورية مكنتنا من تجاوز هذه المرحلة بسلام. ولكن هذا لا يمنعنا بأن نبقى يعني يقظين وحذرين ويعني ولكن سيدة سليمة الأخ عمار سعداني أكبر من كل هذه الاستهدافات. ولكن سيدتي يعني السيد سعداني تحدث عن حملات مسعورة ولم يتحدث فقط عن ربما تنظيم داعش أو منظمات إرهابية أخرى. من يقوم بهذه الحملات؟ حقيقة يوجد هناك حملات وحملات حملات مغرضة ضد الجزائر، ويعني هو لا يتكلم من فراغ، فهذه نتيجة يعني معطيات ونتيجة ما نراه هنا وهناك، وحتى حملات مسعورة في حتى بعض وسائل الإعلام. فبالتالي هذا الكلام لم يأتي من فراغ، وإنما جاء نتيجة معطيات متوفرة لدى السلطات الجزائرية. طيب سيدتي، ما الذي يجعل يعني الجزائر بمنأى عن ما يوصف بأحداث الربيع العربي، رغم بأن الجزائر تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية أيضا؟ احنا تجاوزنا مرحلة سابقة، قلت أن الجزائر كانت أول من استهدف حقيقة ليس تحت مسمى الربيع العربي، وإنما تحت مسمى آخر. في التسعينات الجزائر يعني عانت من ويلات الإرهاب والأزمة الأمنية، واليوم الحمد لله استرجعنا الأمن والاستقرار بفضل السياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي يعني بادر بهما فخامة رئيس الجمهورية واللتان زكاهما الشعب. واليوم الجزائر يعني والجزائريون الجزائر تنعم بالاستقرار في ظل كل هذه كل ما يجري في البلدان بعض الدول العربية والدول المجاورة. يعني اليوم حتى وإن كان عندنا بعض المشاكل نتيجة مشاكل مالية يعني صعوبات مالية أو أزمة يعني نوعا ما ذائقة مالية، إلا أننا الحمد لله بفضل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية والتسديد المسبق للديون الخارجية نتجاوز هذه المرحلة بسلام، والجزائريون واعون بضرب خطورة المرحلة ويسيرون وراء القيادة ووراء فخامة رئيس الجمهورية. والحمد لله يعني نحن إن شاء الله بفضل الوعي للشعب الجزائري وبفضل القيادة الرشيدة وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية أنه يعني الجزائر تجتاز هذه المرحلة بسلام. طيب سيدة سليمة، يعني أذهب معك إلى مكان آخر وتحديدا إلى التصريحات الفرنسية الأخيرة، وفيها تصف مجاهدي الثورة الجزائرية بالإرهابيين. يعني برأيك لماذا عادت فرنسا لتنبش في ملف الذاكرة اليوم؟ هو يعني لأنه انتخابات الرئاسية في فرنسا لاستمالة بعض يعني مثل الحركة لأخذ أصواتهم، فيحاول هؤلاء المترشحون ومن بينهم الرئيس الحالي هو فرانسوا هولاند لاستمالة هذه الفئة بيعني النبش في هذا الأمور ووصف مجاهدين الذين نعتز بهم. وإحنا قضيتنا قضية تصفية استعمار، وثورة الجزائر هي ثورة مجيدة، ويعني هي الجزائر قبلة للثوار ومعقل الأحرار. فلأن نحن ندين وندين بقوة، ويعني نستنكر مثل هذه التصريحات المغرضة التي تصف مجاهدين بالإرهاب، بينما هؤلاء هم يساعدون يعني يسكتون على الإرهاب الحقيقي ويساعدنا، هو يصفنا القضايا العادلة بالإرهاب. وقد طيب سيدة سليمة، يعني مع التصريحات
نعم سيدة سليمة، مع التصريحات الفرنسية الأخيرة وأيضا الردود الجزائرية عليها، يعني كيف يمكن أن نصف العلاقات الجزائرية الفرنسية اليوم؟ هل يمكن أن نصفها بالهشة؟ وهل يمكن أن تؤثر هذه العلاقات ربما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟ والله أنا لا أتكلم باسم الموقف الرسمي، أنا هناك ممثلة لحزب جبهة التحرير الوطني ونحن، ولكن الأجواء هل تشي بتصعيد ما سياسية في البلاد؟ سامحيني أختي سأجيبك، ولكن احنا قالها الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الأخ عمار سعداني عندما قال أننا يعني هم يبحثون عن يعني أن العلاقات الثنائية بهذه الصفة والتطاول على ثورتنا والتطاول على مجاهدينا ووضع جماجم خيرة شهدائنا في متحف الإنسان بباريس، هذا كله يعني سيجعل أن العلاقات تتدهور وتصبح هشة، فبالتالي نحن في المستقبل يعني تكون علاقاتنا في الإطار الرسمي فقط مع فرنسا، لأننا يعني نحن لدينا علاقات يعني علاقتنا جيدة مع كل البلدان، ولكن كيف يمكن أن نصف هذه العلاقات اليوم؟ الماضي نعم سيدة سليمة. لا الماضي الاستعماري معنا فرنسا، نحن لما نقطع الورقة طويناها، نحن الآن نتعامل مع فرنسا كبلدين ذوي سيادة يعني الند للند، فاليوم لما يتطاولون على مجاهدينا اللي هما يعتبروا رمز من رموزنا ويعني نعتز احنا بجهاد مجاهدينا وكذلك شهدائنا الأبرار، واليوم يعني يكون هناك تطاول وكذلك استفزاز، هذا نوع من الاستفزاز، وكذلك وضع الجماجم مجاهد الشهداء في متحف، هذا كله سيؤثر سلبا على العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا بالطبع، لانه كانوا يعني هؤلاء هذه التصريحات الرسميه وغير الرسميه وخاصه لما تاتي من جهه رسميه. نعم ونحن هنا نتحدث عن ربما تصريحات صدرت عن رئيس الجمهوريه الفرنسي فرانسوا أولاند. بكل الأحوال سيدة سليمة عثماني، وأنت نائب في البرلمان الجزائري وأيضا عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. تقدمت قوات البنيان المرصوص في حي 600 وحدة سكنية بعد اشتباكات مسلحة مع تنظيم داعش في مدينة سرت وسط ليبيا. المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص لفت إلى أن قوات تقدمت نسبيا في الحي السكني الرقم 3 وسيطرت على مبان كان يستخدمها مقاتلو داعش في عمليات القنص. تتقدم قوات عملية البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق في أحياء سرت الساحلية. الدمار الذي أحدثه القتال في المباني يشهد على ضراوة المعارك بين القوات الحكومية وتنظيم داعش الذي احتل المدينة منذ أشهر قبل أن يبدأ بالتراجع. القوات الحكومية تقدمت في منطقة عمارات 600 وتقدمت نسبيا في الحي السكني رقم 3 وسيطرت على عدة مبان مرتفعة كان مقاتلو التنظيم يستخدمونها في عمليات القنص. عملية البنيان المرصوص وفي صفحتها عبر موقع فيسبوك تحدثت عن أكثر من 20 قتيلا في صفوف داعش، مشيرة إلى أنها نجحت أيضا في إنقاذ وتحرير 5 من الأسرى الأجانب منهم تركيان وهنديان وبنغالي. برغم هذا التقدم يواصل داعش سيطرته على الجيزة البحرية، فخسارتها تعني استراتيجيا حسم المعركة نهائيا لمصلحة القوات الحكومية. المعارك المستمرة في سرت يقابلها هدوء نسبي حذر في طرابلس بعد أيام على سيطرة جماعات تابعة لحكومة الإنقاذ السابقة برئاسة خليفة الغويل على مقار رسمية في العاصمة. عودة حكومة الغويل يتحمل مسؤوليتها جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية قصور الضيافة بحسب مصادر ليبية. فقبل أيام قام جهاز الأمن الرئاسي بطرد أعضاء مجلس الدولة بعد تأخره في دفع مستحقاتهم، بينما تمكنت حكومة الغويل من توفير الأموال لدفع مستحقات الأمن الرئاسي، ما جعل الأخير يسمح لهم بالعودة إلى المقر.
أوساط ليبية تتوقع اندلاع مزيد من المعارك بين الميليشيات المسلحة المتصارعة في طرابلس، ما يهدد بتقويض الاتفاق الدولي على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، ولا سيما بعد تفكك تحالف فجر ليبيا الذي فشل في بسط سيطرته على الغرب الليبي ومنطقة الهلال النفطي. إلى العناوين مجددا. العبادي يرفض عرضا تركيا للمساعدة في معركة الموصل، وكارتر يدعو إلى التفكير في مرحلة ما بعد تحرير المدينة. هجوم عنيف للفصائل المسلحة بإسناد تركي على قوات سوريا الديمقراطية في محيط تل رفعت بريف حلب الشمالي. الحزب الحاكم في الجزائر يقول أن بلاده تتعرض لحملات لضرب استقرارها ويرفض التدخل الفرنسي في شؤونها. القوات الليبية تتقدم في الحي الثالث بسرت وتسيطر على مبان يستخدمها داعش للقدس. للمزيد من الأخبار على موقع الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.